عزيزي المشاهد، عزيزتي الأم، النهاردة في الموسوعة الجمالية عايزين نكلمكم عن موضوع جميل جدا. الموضوع أساسا بيتعلق بإيه التغيرات اللي ممكن تحصل في جلد السيدة الحامل أثناء فترة الحمل. في تغيرات ممكن تحصل طبيعية، لكن في نفس الوقت في بعض التغيرات اللي ممكن تحصل مرضية، لازم نعرفهم ونعرف الفرق بينهم علشان نقدر إلى حد كبير نميز بينهم ونقدر نعدي فترة الحمل بسلام بإذن الله. إيه هي التغيرات الطبيعية اللي ممكن تحصل في السيدة الحامل أثناء فترة الحمل؟ حاجات كتير قوي. على سبيل المثال زيادة نسبة الاصطباغ، يعني الألوان الجلد تبدأ في تأخذ لون داكن في مناطق محددة من الجسم، تكون في منطقة الصدر وتكون في أماكن محددة أخرى من الجسم. إيه السبب؟ دي في الأساس تحت تأثير هرمون الإستروجين، وهو الهرمون اللي بيزداد بطريقة معينة في أثناء فترة الحمل، وإلى حد قليل تحت تأثير الهرمون الصابغ للجلد بالإضافة إلى هرمون البروجسترون. دي حاجة. الحاجة الثانية إن زيادة إفراز العرق من كافة أماكن الجسم، ده بيحصل في أثناء فترة الحمل. أيضا ظهور بعض الشعر في أماكن مختلفة من الجسم، ده بيحصل في فترة الحمل، وكلاهما العرق والشعر يختفي بسهولة بعد حالة الولادة. أيضا ممكن ألاقي إن في أثناء فترة الحمل بعض الأعراض مثل دوالي الساقين، وفي بعض الأحيان بتكون في ساق واحد حسب ميل الرحم بتحدث. أيضا ممكن بنلاقي ظهور البواسير في بعض السيدات، بيحصل أيضا في أثناء فترة الحمل. الحقيقة دي كلها عوامل طبيعية وبتحصل. ممكن يكون في خطوط بتظهر، بنسميها خطوط الحمل، بتظهر في منطقة البطن مع كثرة مرات الحمل والتكرار، وهذه الخطوط بتكون بيضاء اللون وتستمر في الجسم طول العمر، لا تختفي بعد ذلك. الجديد الحقيقة في الأشياء الطبيعية اللي ممكن أقوله اللي هو إن بيحصل ورم في اللثة، بنسميه ورم اللثة، وهذا الورم اللي بيحصل في اللثة بيكون ورم دموي جدا، مجرد ما بيتلمس اللثة بيحصل نزيف شديد جدا، وهذا الورم مجرد الولادة بيختفي اختفاء تام دون أي علاج ودون أي تدخل جراحي. الحقيقة زي ما قلت عزيزي المشاهد، فدي كلها تغيرات طبيعية بتحصل أثناء الحمل، قد تكون جميعا أو بعضها، أو قد تزداد مع تكرار الحمل وهكذا. تعال معايا نشوف الحالات المرضية. في مجموعة كبيرة قوي من الأمراض اللي لو حصلت أثناء الحمل بيبقى ليها تأثير غير مباشر بالنسبة للجلد، قد يكون تأثير سيء على الجلد وعلى صحة الأم والطفل زي ما هنشوف، وقد يكون تأثير بسيط حسب نوع المرض ونوع الحالة. في مرض معروف اسمه هربس الحمل، وهذا المرض للأسف يعتبر مرض من أمراض المناعة الذاتية، بمعنى أن جسم الإنسان بيعتبر أن الجنين جسم غريب، وبالتالي بيبدأ في تكوين الأجسام المضادة ضد هذا الجسم الغريب. دي بتبدأ الحكاية دي في خلال الشهر التلت الوسطاني من الحمل، يعني الشهر الرابع والخامس والسادس، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن عادة بتبتدي تعمل تفاعلات معينة، بنبص بنلاقي بثور بتتكون وحطاطات وتغيرات معينة في اللون. والحقيقة ده مرض من الأمراض الخطيرة جدا اللي محتاج للتشخيص المبكر جدا، حفظا على حياة الأم وحفظا على حياة الطفل، لأن الحقيقة المرض ده من الأمراض اللي بتخوف كتير جدا من الحمل، واللي ممكن يكون ليها تأثير ضار جدا على الأقل على الجنين. ولو حصل حمل متكرر في هذه الحالات، إن لم يتم عمل احتياطات معينة للجسم، ممكن بدل ما بيحصل في الثلاث أشهر الوسطانية من الحمل بيحصل في أول ثلاث أشهر من الحمل، ودي بتبقى مشكلة أصعب كتير جدا، وبالتالي ممكن يهدد حياة الأم. المرض الثاني اللي ممكن يكون صعب جدا ويؤثر على الحمل أيضا، احنا بنسميه الحصف القوباوي، بمعنى ان ده مرض بنسميه مرض حسكي وعائي، يعني ممكن يصيب الأوعية بطريقة معينة، ولكن في نفس الوقت هو يعتبر شبيه بالصدفية، لان التشريح الباثولوجي للجسم بيكون قريب جدا من حالة الصدفية من ناحية،
ولان مرض الصدفيه بيكون منتشر في هذه العائله من ناحيه اخرى، وايضا هذا المرض اللي هو الحصف القبوي بلاقي فيه ان ممكن نسبه الكالسيوم اللي موجوده في الدم قليله جدا، وبالتالي فبيكون تغير في الجلد بطريقه معينه تميل الى الصدفيه من ناحيه مع نقص الكالسيوم في الدم من ناحيه اخرى. اذا مسكت هذا المرض بلاقي ان الجلد بيكون لي اساسا حويصلات فيها صديد ما فيهوش اي نوع من البكتيريا، ودي حاجه جديده يمكن اول مره تسمعها عزيز المشاهد، ان بنلاقي صديد غير بكتيري متحوصل في كل الجسم. والحقيقه ده من الامراض الصعبه جدا ايضا اللي احنا لو اتكلمنا فيها بنلاقي ان هذه البثور المنتشره بتكون منتشره في اماكن محدده من الجسم، وبتحصل في اخر 3 شهور من الحمل. وطالما قلت كلمه صديد الاقي درجه الحراره مرتفعه جدا توصل 40 41، الاقي تضخم في الطحال والغدد الليمفاويه، العيان بيتقيأ، ضيق عام، ضعف عام، اسهال، الحاله نفس السيده الحامل بتكون غير مسيطره على الحاله الى حد كبير جدا. والحقيقه بيكون دايما العلاج هو ان احنا دايما بنضحي في الجنين بالحالات دي علشان نحافظ الى حد كبير على حياه الام، ودي حاله من الحالات النادره جدا لكن احنا بنحب نقولها في هذا المجال. في حاله ثالثه اللي هو مرض بنسميه مرض بيزنير. مرض بيزنير ده من الامراض الجلديه المكتشفه حديثا، ده عالم اكتشفه او اتكلم عنه او كتب فيه سنه 1964، وده عباره عن نوع من انواع الالتهابات الحلقيه اللي موجوده في داخل الجسم، وبيكون في موجود دايما نوع من الهرش البسيط. وهذه السيده بمجرد ان تلد بيكون الولادة طبيعية، وهذه الالتهابات بتختفي بطريقة سهلة جدا. الحاجة بعد كده هو احنا بنسميها اللي هو الالتهاب الحلقي المصاحب للحمل. بيحصل ان السيدة الحامل في هذا المرض بيكون موجود في نوع معين من القشور، بيتكون بالذات في منطقة الظهر، والقشرة بتكون من 8 سنتي لغاية 37 سنتي. تخيل قشرة متكونة في الظهر قطرها 37 سنتي، شيء كبير طبعا. هذه القشور بتكون موجودة، هذه القشور الحلقية بطريقة معينة، وبتحتاج الحقيقة انه الولادة بتمر على خير، ومجرد ما الولادة بتحصل هذه القشور بتختفي تماما. لكن لوحظ ان في نسبة من هذه السيدات اذا استخدموا حبوب منع الحمل ممكن هذه الالتهابات الحلقية تعود للظهور مرة اخرى، عشان كده دايما بيستشيروا بننصح باستشارة أقرب طبيب ليهم بعد الولادة مباشرة. المرض اللي بعد كده هو اللي هو مرض المناعة الذاتية ضد هرمون البروجسترون. حاجة غريبة جدا، الجسم بيعتبر ان هرمون البروجسترون اللي هو بيتفرد اساسا من المبيض وبيتخرج من الغدة فوق كلوية شيء غريب عليه، ويعمل اجسام مضادة ضده ويضرب الغدة الفوق كلوية ويضرب المبيض علشان يمنع ظهور هذا الهرمون. الحقيقة هذه الحالات بتظهر في حالات نادرة جدا في أثناء الحمل، وتؤدي إلى خرش كبير معين موجود في داخل الجسم مع بعض البثور وبعض البادولز اللي بتتكون فوق سطح الجلد. وهذه الحالات مجرد الولادة بتختفي، ده من ناحية، لكن إذا حصل حمل بعد كده ممكن بتظهر في مرحلة زمنية أقرب، وعشان كده لابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة ما بين حمل وحمل تالي لتجنب مثل حدوث هذه البثور وهذه المكونات. أيضا من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في الحمل اللي احنا بنسميه الورم الحطاطي ذو الارتكاريا المصاحب للحمل. بمعنى أبص ألاقي المريض فجأة تتكون عنده بثور وتتكون عنده ارتفاعات فوق سطح الجلد وفي نفس الوقت ارتكاريا، كله بيضرب مع بعض، بثور وارتكاريا وشويه بابيولز ارتفاعات فوق سطح الجلد، بتحصل الثلاثه مع بعض وفي نفس الوقت بتحصل في فتره زمنيه معينه في الحمل في اخر 3 شهور من الحمل. مجرد ولاده الطفل بتختفي كل هذه الاشياء. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقول ليها اللي هو بنسميه الطفح السام او الهرش السام اللي بيحصل في بعض السيدات الحوامل. الحقيقه ودي بنلاقيها في بعض السيدات وبالذات لما تكون الست اول مره بيحصل عندها نوع من الحمل. وهذا الطفح السام بيشمل اجزاء معينه من الجسم،
الست بأي سبب بيحصل هرش جامد جدا وتقول لك أنا خدت كل المرطبات اللي على الجلد وما اختفاش هذا الهرش، والحقيقة دي بتحصل تماما، وبيحصل تغير طفيف في الوظائف اللي هي بتاعة الكبد بطريقة معينة. لكن الحقيقة العلاج الأوحد إن أنا لازم أطمن السيدة الحامل إن هي تحافظ على الطفل الموجود عندها وتبتعد تماما عن الأدوية على قد ما تقدر، علشان نقدر نعدي فترة الحمل. والحقيقة مجرد ما بتولد الحالة دي بتختفي وعمرها ما بتتكرر في الحمل بعد كده في معظم الحالات. كده يا عزيز المشاهد، الحقيقة أنا بقول هذا الكلام عشان تعرفي يا عزيز الأم إن الحقيقة أكتر من 95% من الحالات اللي بتحصل في الجلد أثناء فترة الحمل تعتبر أشياء طبيعية جدا، وإن دي بتحصل في كل سيدة، وإن السيدة محتاجة أساسا للراحة النفسية، ومحتاجة إن هي تستقبل الطفل اللي جاي بنوع معين من الراحة النفسية. إنما نسبة 5% هم النسبة يدوب اللي محتاجين أن يستشيروا رأي دكتور قريب منك، يكون أخصائي أمراض جلدية جنبا إلى جنب مع أخصائي النساء اللي أنت بتبشري فترة الحمل معاه. تقدري كده من خلال المباشرة المباشرة أنك توصلي لنهاية سعيدة للحمل، ونتمنى لك دايما كل توفيق وسعادة. عزيزي المشاهد، شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع الموسوعة الجمالية.